جيرا منصور، كيف شفتي المباراة أمام الفريق السابق ديالك فريق الكوكب المراكشي واليوم تتحمل القميص ديال مولودية وجدة؟ كيفاش حسيتي؟ كيفاش شفتي المباراة؟ كيفاش كان الإحساس ديال منصور؟ الحمد لله، فصعيب باش تلعب ضد الفريق ديالك القديم، والحمد لله الجمهور ديال مراكش منسانيش بعدا، فشجعني وحياني في البداية، والحمد لله المقابلة دوزنا واحد المقابلة جميلة، وبكل صراحة ما كنستحقوش نهزمو في هذه المقابلة، فلعبنا كرة جميلة، واللي شاف المباراة غيسحبنا حنايا، حنا اللي مستقبلين، واللي كنتمناه هو بحال كانوا بعض الأخطاء التحكيمية سيرتو الحكم ديال الشرط اللي في كل صراحة ما حسبش لنا هدف، اعتبروا تسلل، وعلى العكس حسب الكوكب هدف وكان تسلل، فاش غادي نقول لك، فضيعنا بزاف الفرص وقمنا بأداء جيد، ملي كتضيع بحال هذوك الفرص ديال راسك راس البوطو فصعيب عليك باش تماركي، لما ماركتيش بحال هذوك الكواري فصعيب باش تماركي، فهاد المقابله كان لا شونس لفريق كوكب مراكشي، وكنهني على الانتصار ديالو.